قاعد يجري اليوم داخل قبة البرلمان كيفاش تفسر؟ لا أول حاجة السلام عليكم. اللي قاعد صاير تو في قبة البرلمان باش نكون واضح، معناها واضح وصريح، شيء حش، معناها ما عادش اللوم على المواطنين كي تتعارك ولا كذا، معناها في بلاصة مقدسة تسمى ضربوا عركوا معروف، معناها هل يعقل معناها هم القدوة نتاعنا يعملوا هكا؟ احنا مالناش نقولوا احنا تو، معناها يلزم يفيقوا شوية على بعضهم، فيقوا شوية فيقوا شوية فيقوا شوية، الشعب راهو ما عادش لاهي بيكم ساوي الحاج، الشيء اللي فيه في التلفز ما عادش لاهي بيكم الشعب، وما عادش باش يحسبكم راهو أصلا، فهمت باش ولا؟ فيقوا شوية على 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 وضعكم السياسيين بصفة عامة، يفيقوا شوية على الوضع نتاعهم، الوضع الحالي، حاليا يلزم يفيقوا شوية، ومن بعد للبقية حديث. ماهوش عادية، حاجة ماهيش عادية، وماهوش من المستويات تاع الناس اللي يمثلوا الشعب. هذا الناس مثل الروح، ناس فارغين ناقمين على البلاد، اكهو تكون ناقم على البلاد. هل البرلمانيين هذونا ما همش يخدموا في مصالح البلاد، يخدموا في مصالحهم الخاص، وصح لهم صندوق عطاه. حومه عربي قاعدين يتعاركوا مع بعضهم، شكون يتسيطر على الحومه؟ هذا بالنسبه لي رايي الشخصي، وبالنسبه لهما كسياده في البرلمان عندي انا ما يتسيدوش حتى طرف، لانه هما مصلحتهم هما، اما مصلحه الشعب التونسي يستحيل ارمي وراك. هذا بالنسبه لي انا الشخصي. علاش وصلنا هكا؟ علاش وصلنا للترذيل الواقع السياسي في تونس؟ هذا عدم الاحساس بالشعب التونسي وعدم التفاهم بين الاطراف اللي موجوده. هذا بالنسبه لرايي انا. انا من مصلحتي كمواطن تونسي نخزر القانون تونس والدستور بشكل بعينه كبيره، غلطه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، الغلطه غلطتهم هما، خاطر ما وقعش الاختيار داكورد، والاختيار وقع من طرف الشعب، والشعب هذا اكبر غلطه غلطها هو. اما اذا كان ما تمش الاختيار من الاطراف هذوما الزوز، دونك لهنا على الدنيا السلام كتونس. هذا كل احتراماتي لتونس الكل والشعب التونسي العظيم الكل اللي قاعد صاير في البلاد. انكرويابل، شوفوا في شيء سيسون دي سوس ديبيل، حكايه تافه يتعاركوا على الكراسي، الشعب الزويل الفئه الضعيفه اللي كيفنا نحن واللي اقل منا، وربي يسترنا ويستر جميع امه سيدنا محمد. تعبين ياس، غاز ما فماش، الماء والضوء جانا برشا، المعيشه غلات، سبيطارات معبيه، ما نعرفش انا سيتياسيون وسط البلاد بعد بن علي شنو وليت هكا. شفنا اليوم الشجار بين الكوتل وبين الاحزاب داخل المجلس، علاش؟ على الكرسي، على المادة، على المادة صراحة تقال خويا، ربي سبحانه قال قول الحق ولو كان على نفسك، يتعاركوا على المادة على الفلوس، اللي كي باش يموتوا ما تهز حتى باش نموتوا الكل، ما تهز حتى فرنك معاك، لا إله إلا الله، عليه هكا؟ عليه شباب حطمونا وعدمونا في البلاد هذي؟ تمشي باش تخدم للواسو صندوز مازال يتبع تو، ما نعرفش خويا شو باش نعملوا نحن، خويا شوفوا لنا حل يا خويا، عيينا الشباب راهو تاعها في تونس ياسر. لا الحقيقة تشوف أنت السلطة الأصلية اللي هي السلطة التشريعية، الخنيفري والبونية اللي ساعات ما تلقاش في الشارع عند العوام، ما تلقاش هو يبرر الحقيقة لحالة الفوضى العامة اللي نشوفها في البلاد، حالة التفسي من العقاب، حالة نتاع مسؤولية، يعني طبيعي اللي يشوفوا فيه. أصلا فما أزمة العباد والنخب السياسية ما تحبش تحط عليها، هي الأزمة نتاع الديمقراطية التمثيلية. الديمقراطيه التمثيليه اللي تخلي لنا هالانواع هذه اللي موجوده نورمالمون بلاصتها الحبوسات، جماعه الكونتربوند، والناس المتورطه في العنف، والناس اللي متورطه في الارهاب، و و و اليوم نلقاهم سلطه تشريعيه اصليه. يعني طبيعي ايش تحب انت؟ ايش تحب نحاربوا الفساد؟ تحب الوضع في علاقه بالوضع الاجتماعي يكون جيد، الوضع الاقتصادي يكون ليه؟ هذاك هذا الوضع الطبيعي في حاله كيما هكا. والله لا محالة، ما عندي حتى التفسير، على خاطر البلاد ماشية ونخزر البلاد ماشية وتطيح، أنا مانيش نخزر حتى تطور. بكل احتراماتي للرئيس لازمني نحترمه، اللي هو رئيسنا لازمنا نحترموه، وفعلنا اللي في العائلة عائلتي انتخبوه يعني مش حاجة. أما صحيح هو ما ضرناش، ما عمل حتى شيء، أما زاد ما عمل حتى شيء في صالح البلاد، ما عمل حتى حاجة يعني طورت البلاد ولا عمل حاجة يعني خرجتنا من الوضعية هذه. هكا ترى الطرقات كيفاش، الليسيات كيفاش، لأنهم أول حاجة ما همش حاسين بالشعب، ثاني حاجة الحق في الشعب اللي انتخبه،
الحق الشعب عندما باش ينتخب ينتخب ناس اكفاء، ناس محترمين، ناس متربين، ناس اللي يخموا في مصلحة الشعب. مش يعني يظلموا، انا راه فيهم في قبة البرلمان يخموا كيف في مصالحهم. والشعب انت ريت يعني الوضعية كارثية كبيرة وكبيرة جدا، احنا نطلب من الرب سبحانه اللي يراعي الشعب التونسي ويرفق بينا. لانهم هما اصحاب مصالح. ما همش قاعدين مخبين يعني في الشعب. وظلموا لوبيات. وانا نقولها ونعاود نكررها، وظلموا لوبيات. ما همش يخموا في مصلحة الشعب. في المجلس معناها هما اعضاء مجلس عندهم حصانه وكل شيء، سلطه تشريعيه، معناها هذوك هما اللي شرعوا لي انا في القوانين اللي مشي بها انا في البلاد هذه. ويعني كنت تخزر تقول توا يعني مستحيل نجم يكون محامي هذايا، فهمتني؟ الله غالب، هذاك هو قوانين الدوله. قوانين الدوله تخول لاي انسان انه يترشح للبرلمان، حتى كان معناها المفترض عضويه مجلس النواب تكون بشروط. البرلمان فوتي فوتي، ما عادش فيه، خاطر هذيك عين للعبيل تشوف بها البرا في الشارع. فاش حبوا يتصرفوا البرلمان؟ الحق فاش حبوا يتصرفوا؟ اذا كان العبيد اللي احنا عاطينهم منخبينهم وعاطينهم فيهم الثقه اللهم هم باش يتكلموا باش يعملون ويشوفون مصالحنا، قاعدين لهي في حاجات اخرين يعني حكايه فارغه. يعني شكون يتحمل مسؤوليه الفوضى يعني؟ اللي يتحمل مسؤوليه الفوضى يظهر لي بالنسبه مش نقول الاكستريم الاكستريم، او من الاول اللي شاد الكرسي حتى لينا احنا. هذو عباد عندهم اكزومبل حتى كيفاش نقولوا بالفرنسي ابري مو لا ديلوج، بعد انا وطوفين اللي شاد كرسي يحب يقعد في الكرسي هذاك. فلا حديث. قلة تربية وهمجية بالحق، ما يصيرش هكاكا. مش راضي انت على الشيء؟ مش راضي على الشيء هذاك. كي يعملوا هكاكا واللي يصير هكاكا في البلاد. مش راضي. هما وجه للبلاد تحب. والله هما شو نقولوا واقفين على الدولة باش يجيو يعملوا هكاكا. كي يشوفوا العباد هكاكا الشيء هذاك اللي في التلفزيون ولا يعملوا هكاكا. باش ترجع الامور لنصابها وطبيعتها شنو اللي يصير؟ معناها ترجع الامور لنصابها، معناها ترجع البلاد يلزمهم يعملوا كما احنا نقولوا اجتماع ولا نقولوا يعملوا مثلا حوار وطني يتلموا فيه الاحزاب الكل بصفه عامه، ويقعدوا على الطاوله ويتفاهموا شنو ايش فما. البلاد بالعربيه ماشيه وتغرق، ماشيه وتطيح، البلاد ماشيه وتطيح. كان هما ما همش باش ينقذونا، بتبعتنا احنا ماشيين، احنا ميتين احنا بتبعتنا، واضح ولا الشيء اللي نشوفه فيه، معناها الفقر والبطاله والاعتصامات وكذا، دونك معناها شيء غير معقول وغير مسموح به في تونس. ما حتى حل اليوم انه تخلي المده النيابيه هذه تعدى، والمره الجايه الهيئه العليا المستقله للانتخابات تولي تسن مجموعه من القوانين اخرى على اساسها يترشحوا، مثلا تمنع انه واحد معناها ما عندوش مستوى ثقافي معين، مثلا ماستر اقل شيء، حتى الماستر ما عادش حاجه كبيره معناها اليوم، انه معناها تسن مجموعه نتاع قوانين على اساس يتم الترشح للبرلمان، فهمتني؟ ومساله الحصانه هذه زادت يتم مراجعتها، على خاطر مش اي واحد مثلا كيك سواء في القضاء ولا في 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 في, في البرلمان عنده حصانه معناها لمده 5 سنين ما ينجمش يتحط. لا يا اخوي، الحصانه هذه مشكل كبير برشا اليوم. النظريه تكون مش نقول لك انا من رئيس الحكومه ولا من رئيس الجمهوريه، هما زوز مش نحطهم انا في الخفاء، مخفيين ما همش موجودين، كاين ما همش موجودين بالنسبه لي انا. اما كغلطه كبرى كونها هو الشعب التونسي انه عمل الثوره ويتحمل المصيبه اللي هو موجود فيها تو. عندي انا في تقديري اللي هو جزء من الازمه ما نجمش يكون جزء من الحل. هذا برلمان محتاج حل، ماهوش باش يتحسن. والترذيل نتاع الواقع السياسي نتاع اللي في تونس واللي نشوفوا فيه، وها الصعود نتاع التيارات الشعبويه، وهل المناخ العام الكل، يعني الاصل في الاشياء هما حاجتين: ضروره مراجعه النظام الانتخابي في 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 الاول، اثنين النظام السياسي في حد ذاته لازم مراجعه. هذا هو ببساطه انا هكا في تقدير الامور. ولكن في ظل هالبلاد اللي الاعلام ماهوش قايم دور بمعنى، خاطر سهل العمليه، كل خط تحريري نتاع مؤسسه اعلاميه راس المال للمالك هو اللي حده. راس المال اليوم المالي ولا الاقتصادي هو اللي عنده اذرعه الجمعياتيه واذرعه الحزبيه واذرعه الاعلاميه. ثم سرطان كبير ينخ في في في, في البلاد. واذا كان معناها هالشعب الكريم اللي خي بالك جو من المريخ منتخبهم شعبنا الكريم هذا، اذا كان الشعب باش يواصل على هالمنوال هذا في انه ينتخب ويصعد الناس
اللي ما 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 يعني التونسي شب يصوت للي شبه له، ما يصوتش للي ينجم يكون عنده يحمل حلول وكذا، يصوت للي شبه له، يحكي كيفه، يبلبس كيفه، يضرب البونية كيفه، هذاك هو، هذا هو.